احنا اللي بغينا نطلبوا هو انه الندوه اللي كانت كتكون دائما في شهر 9 قبل من الافتتاح الرسمي في شهر ولا 20 ولا هذا كنا الفناها، ولكن هذا العام تم تحويل المكان والزمان. هل تحويل المكان والزمان هل عنده شي هدف؟ هل عنده شي استراتيجيه؟ احنا اللي بغينا نقولوا هو اننا كاعلاميين وكصحافه عندنا مواقعنا اللي كتديو عليها مجموعه من المبالغ الماليه في سيبيرجومون في التكنيسكان في كذا وكذا وكذا. اللي كنطلبوا هو ان كنشوفوا الاشارات ديالكم، الاشارات ديالكم ديال فرس في القنوات العموميه، عرفوا القنوات العموميه والمبالغ ديالها اللي كتقاضى. كنشوفوا الاشارات ديالكم في لي بانو دو بوبليسيتي في المدينه وكل واحد شحال كياخذ. كنشوفوا لي بانو ديالكم والاشارات ديالكم في الاماكن اللي كتديو فيها الثمن ديال البياج في دورتكم. حنا كاعلاميين بغيناكم تدعمونا. كيفاش تدعم؟ تعطيني فلوس، ما نقولوش انا الله يرحم الوالدين، تعطيني اون بانيير، اقول اون بانيير، اون بانيير. شوف شحال غادي تقام بحالكم بحال الناس، كيعطيونا مجموعه من الفاعلين هذه الشهيده كل سنه كيعطيونا حنا تحت الرعايه الساميه، وهذه الرعايه الساميه اللي بغينا احنا تكون تشملنا كمجموعين، كاعلاميين، كعيورين، كفرس، كمنظم، كسبونسور، ككل شيء، هذه بغينا تشملنا. احنا ما كنطلبوش حاجه مجانا، احنا كنطلبوا منا الخاصه. راه تقول لي كاين طوموبيل ديسبونيبل، بون ماشي مشكل، انا ما تراهنيش هذه السياره ديال النقل من الوقت ديالها هي، لان يمكن انا غادي جوا مع 10، انا مع 10 عندي التزامات اخرى، لان انا ماشي مثلا صحفي مع الفرس. احنا كندعموا الفرس، كندعموه بوسائلنا الخاصه، بتقنيتنا، بادارتنا، بمجهوداتنا. انا عندي سيارتي كنتنقل، الا كنتنقل 5 مرات ولا 6 كتمشي تقريبا واحد 600 درهم ولا 700 درهم. كنطالبش فيها شكون يعوضها لي. احنا اللي كنطلبوا هو لي بانيير، هذا هو سؤالي، وما غنمشيش على كما كيقولوا الاخوان، كل واحد عنده الراي ديالو. انا كنطلب هي لي بانيير ديال الاشعار فقط، دعمونا كيما كيدعمونا ناس اخرين، وكيما كنطلبوا اشعار ناس اخرين، حتى حنا قرانا الاشعار والسلام.